السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتتبعين. وصفة تاع اليوم بقلاوة، جبت لكم يعني طريقة بزاف بزاف سهلة باش تحلوا البقلاوة تاعكم، والأهم أنها يعني تخدموها في وقت قصير، ديروا سنيوة تاع البقلاوة تاعكم بسرعة. هذه الوصفة يعني ناجحة 100%، وكذلك الطريقة كما راكم تشوفوا البقلاوة تاعنا يعني مورقة، تحسبوا شحال من ورقة درتو كما راكم تشوفوا. هذا الوصفة ناجحة 100%، وكذلك الطريقة تاع التوريق يعني ناجحة 100% كما قلت لكم، والأهم أنها غير بالحلال تحلوها بلا ماشينة. هنا للوصفة واش عندنا؟ عندنا 4 كيلات، يعني أنا استعملت هذه الغرفية، وانتوما ديروا الكيلة اللي حبيتوها. درت 4 كيلات ممسوحين تاع فارينة. الفارينة لازم تكون مغربله أكيد، لأنه إذا ما غربلتوهاش يعني إذا كانت فيها يعني شوية تاع فارينة شوية تاع عجين ولا حاجة، كي تجو تحلوها راهي راح تقطع لكم. على هذيك من الاحسن تغربلوها باش تتاكدوا انها ما راه فيها والو. هنا بالنسبه للمارغرين نديرو نص كيلو تاع مارغرين كما راكم تشوفوا ذايبه، والنص الباقي نزيدوه زيت، يعني نديرو كيلو قل صبع تاع مارغرين وزيت. تقدروا ديروا غير المارغرين وحدها، ولا ديروا المارغرين والزيت، ولا ديروا كيلو تاع سمن، يعني كيلة تاع سمن وحدها وزيت، ولا كيلة مارغرين وزيت، ولا كيلة تاع مارغرين وحدها. هنا نديرو حبة بيض، نديرو شوية تاع ملح، نديرو كذلك حبة البيض، يعني نسيو نحطو شوية بيدينا باش نفرغو عليها الكيلة تاع المارغرين والزيت. يعني انا هنا نسيت يعني هذا هو تاعنا، هنايا نفرغو هنا يعني نديرو حبة البيض تاعنا، نمزجو الفارينة تاعنا مع السمن مليح مليح، يعني نبسوهم مليح مليح باش تدخل لنا يعني كامل الكيلة تاع الفارينة الزيت والمارغرين، نبسو وتجينا النتيجة يعني مضمونة مع ليدام مليح مليح بأطراف الأصابع. نحكو يعني بين كف يديا الفارينة مع الزبدة والمارغرين عفوا والزيت، حتى اللي نلقاو يعني الفرينة تاعنا يعني تولينا بيضة بعد ما تكون صفراء كي ديري ليها الزبدة والزيت، ترجع لكم بيضة بهذا الطريقة كما راكم تشوفوا، يعني ترجع محبة حبة كيما الطعام. شوفوا هنايا نبسو كامل الفرينة بهذا الطريقة كما راكم تلاحظوا، واللون تاعها يعني يتبدل رجع ابيض. هنا نجيبو يعني بوصيار تاع طعام، نفوتو فيه الفارينة يعني باش نحو كامل اللي غيمو اللي يكونوا فيها، وتجيكم يعني كاملة لحبة. هنا نفوتو كامل هذيك الفارينة في هذا البوصيار، يعني البوصيار تاع الطعام يعني ما يكون رقيق بزاف، ما يكون خشين بزاف، لأنه إذا كان رقيق بزاف رايح يعني يعذبكم في الخدمة. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما صيرت كامل الفارينة تاعنا مع المارغرين، جبت كيلة نصها ما زهر ونصها ما، ونجو نعجنو نلمو العجينة تاعنا. أنا هنا حسبت روحي راني رايحة يعني نبسسها، على ديك استعملت يديا في زوج نسيت الله غالب. هنا نلمو بالماء والما زهر، عندي كيلة تاع ماء وما زهر. أنا هنايا الكيلة يعني تاع ماء والما زهر اللي درتهم يعني ما قادتنيش، على ديك زدت شوية تاع ماء زهر إذا كنت نوريلكم كيفاش. العجينة ما تجيكم جارية بزاف، ما تجيكم يعني ناشفة بزاف، يعني تكون شوية ناشفة باش تساعدكم كي تجو تفصلوا الورقة على خطها، يعني تتفصل لكم بالخف، يعني كي تكون طرية بزاف ماش رايحة متقدروش يعني تلصقوا مع بعضياتهم وما تقدروش تفصلوهم. وإلا كذلك يعني يبستوها بزاف بزاف راهي رايحة يعني كي تجي تحلوها تغبنكم في الحل. على هذيك ما تضروها بزاف، ما تجروها بزاف، ما تيبسوها بزاف، يعني ديروها نص نص. هنا كما راكم تشوفوا ذا الكيلة تاع الماء والما زهر ما قدتنيش، يعني كاين الفرينة اللي تشرب وكاين الفرينة اللي ما تشربش. على هذيك زدت لها شويه تاع ما زهر حتى تحصلت على هذه العجينه. درتها على 6 دوائر، يعني 12 دائره، درت كل 6 وحدهم يريحوا. انا درتها خدمتها في الليل وخليتها حتى الصباح باش خدمتها، يعني خليتها خذات وقتها في يعني ارتاحت. هنا بالنسبه للحشو كذلك خدمته في الليل وخليته حتى الصباح باش خدمت به، يعني كذلك لازم تعطوا له وقته
باش يريح. هنا درت تثكيلات، يعني نفس الغرفيه اللي عبرت بها الفارينه عبرت بها الكوكب، تثكيلات تاع كوكب يعني كنت حمصته وريحته كما راكم تشوفوا، يعني ما تكون الكوكب ما يكون رقيق بزاف، ما يكون خشن بزاف، متوسط. هنايا راني دايره ربع كيلو تاع سكر، يعني يعني بسبه الفلاش، لانه كون يعني رونتها في الليل وكامل حبيت يعني الصوره تكون واضحه ما بانخبش السكر. درت 6 مغارف تاع سكر، على هذيك عبرت لكم بالمغرف باش تعرفوا اش غادي يجيكم. هنايا كاوكاو راني دايره كيلو كامل تاع كاوكاو، جاني 3 غرفيات من هذيك يعني العبر اللي درتو جاوني نيشان. ديروا كذلك 4 مغارف تاع مارغارين وندخلوا كامل المكونات مع بعض، نزيدوا نلموها يعني بالمزهر، يعني ما تلمهمش حتى تولوا تتولي عجينه، يعني بسوها فقط، يعني تولي مزربعه كما الطعام، ما تكون يعني ملمومه معجونه كما العجينه، ما تكون يعني ناشفه بزاف شوي شوي. انا ندي في المزهر حتى نتحصلوا على الحشو تاعنا يعني يكون مرمل. بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، تقدروا كذلك دير لها يعني شويه قرفه، اللي يحب الكو تاع القرفه يدير لها شويه كو تاع قرفه. هنايا يعني حضرته وخليته حتى الصباح باش خدمت به الحشو، كذلك من الاحسن تخلوه يرتاح. هنا بعد ما خليت العجينه تاعي ارتاحت ليله كامله، نجو نخدمو بها عادي. انا هنا راني نحل بالمايزينا، يعني لازم بهذه الطريقه لازم تخدمو بالمايزينا، نحلو يعني يعني ست طبقات الواله، نحلهم كامل مع بعض، يعني كل طبقه نديرها وحدها عفوا، كما يعني كما راكم تلاحظوا الطريقه اللي ندير فيها. نحلو الاولى ونزيدو نحلو الثانيه ونديروها فوق اختها، الثالثه ونديروها كذلك فوق اختها، حتى نكملو كامل 6 طبقات، يعني نرجعوهم على شكل دائره واحده. فكو تشوفوا يعني كيفاش راني ندير وش هو القصد تاعي. هنا يعني الثانيه راني نحل فيها بعد ما حليت الاولى، كما قلت لكم ما تبسوهاش بزاف وما تجروهاش بزاف، الا يبسوها بزاف راح تجيكم معرف الحل، والا جريتوها كذلك بزاف راهي راح كي ديروا الطبقه تاع يعني كل طبقه على اختها راح يلزقوكم مع بعض. هنا لازم نديروا المايزينا، كثروا شويه مايزينا، يعني ندهنوها كامل بالمايزينا، ونديروا الطبقه الثانيه فوق الاولى، ونديروا الثالثه كذلك فوق الثانيه، والرابعه فوق الثالثه، حتى اللي نكملوا كامل 6 طبقات تاوعنا كما راكم تشوفوا. يعني هذه الطريقه يعني تساعدكم بزاف، وكذلك تكسبوا يعني وقت بها، يعني يعني تمد لكم في وقت قصير، يعني تجهزوها بالخف البقلاوه تاعكم، كما تعرفوا البقلاوه تدي وقت بزاف، ولكن بهذه الطريقه يعني راح تجهزكم عفوا بالخف في وقت قصير، يعني تجهزوها. انا كما راكم تشوفوا نكملوا كامل الطبقات تاعنا، يعني 6 طبقات تحتها، انا درت 6 من فوق و6 من تحت. انا بعد ما درت كامل 6 طبقات يعني وحده فوق وحدها كما راكم تشوفوا، نجي نحلوهم كامل مع بعض. هنا يعني بديت من الاطراف، بديت نحل من الاطراف باش يعني العجينه تلصق مع وحدها وما تهربناش كما راكم تشوفوا، لانه المايزينه يعني رطبه وتخلي العجينه تسلق لكم. على هذيك خدموها يعني على يعني على مهلكم، ما تغصبوش فيها باش ما باش تجيكم يعني النتيجه ناجحه. كما راكم تشوفوا حليت العجينه، يعني لازم تحلوها رقيقه بزاف كما راكم تشوفوا، يعني نحلوها رقيقه باش الطبقات كامل يجونا رقاق وما يجوناش خشان، يعني سيو يعني ترقوها على قد ما قدرتو. انا بعد ما حليناها بهذا الشكل، يعني لازم تكون رقيقه كما قلت لكم، نجو نفصلوا الطبقات على كل طبقه نفصلوها على وقتها كما راني ندير دروكا. يعني نبداو من الحواف
باش نضمنوا انه العجينه مش لاصقه لنا ولا الطبقات مش لاصقين. نبداو هنايا كما راكم تشوفون نفصلها هذه الطبقه الاولى بالنسبه للطبقه الاولى، يعني نكملوا كامل الطبقات بنفس الطريقه، يعني نفصلوا الحواف باش نضمنوا انه الطبقات مش لاصقين مع بعض، ونجو نرفدوهم بهذه الطريقه بالحلال باش يجينا يعني الخدمه سهله. شوفوا كيفاش العجينه الثانيه يعني جاتنا رقيقه بزاف، كذلك يعني يعني انفصلت على اختها بكل سهوله، يعني ما عذبتناش كامل. هنا البلا تاعنا رانا راه دهنين يعني بالزبده، لازم تدهنوه باش ديروا الطبقه الاولى. هنايا يعني نسقو مليح الطبقه تاعنا ونزيدو ندهنوها بالمارغرين ولا بالزبده ولا بالسمن، يعني كل واحد واش يستعمل. ونزيدو نكملو الطبقات يعني الطبقات سته بنفس الطريقه، يعني نرفدو الطبقه الاولى بالحلال، نزيدو الطبقه الثانيه ونديرو بيناتهم الزبده ولا مارغرين حتى اللي نكملو كامل الست طبقات تاوعنا. راكم تشوفوا يعني كيفاش يعني راهي تخدم يعني بكل سهوله، لانه العجينه جاتني ناجحه وكذلك الطريقه بزاف سهله، يعني ما تحتاجيش انه حتى يعاونوك فيها باش تخدميها يعني غير وحدك وتجيك سهله بالبزاف. هنا بالنسبه للطبقه السته ما نديروش فيها المارغرين، لا مارغرين لا زبده لا حتى حاجه، خلوها يعني كما راهي ناشفه ونديرو فوقها الحشو. الحشو يعني نمشوه باطراف الاصابع فقط، يعني نزربعوه فوق العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا، ما نعجنوش يعني ما لازمش تعجنوه باش ما يجيكمش يعني الحشو تاعكم يعني ما يجيكمش معجون ولا ما يجيكمش يابس. هنا نكملوا بالنسبه للطبقه يعني اللي راح نديروهم الفوق بنفس الطريقة، يعني الستة اللي راح نديرو من فوق بنفس الطريقة، يعني كيما حليت الطبقات اللي كانوا من تحت نحلو الطبقات اللي من فوق. كما راكم تشوفو درت ستة يعني كل وحدة فوق وقتها، يعني درت بيناتهم المايزينا باش نقدرو نفصلهم على بعض، وكذلك نحلوهم بهذه الطريقة كما راكم تشوفو على شكل طبقة يعني تكون رقيقة بزاف باش نضمنو يعني كامل الطبقات يعني يكون رقاق ما يكونوش خشان. هنايا نديرو الطبقه يعني اللي فوق الحشو، يعني كما راكم تشوفوا هذه الطريقه بزاف بزاف سهله، وحتى العجينه يعني ساعدتنا في الخدمه، لانه حتى العجينه تلعب دور بزاف في الخدمه تاع البقلاوه. اذا كانت العجينه تاعكم يعني ما كانتش ناجحه راح تعذبكم بزاف في الخدمه. ان شاء الله تتبعوا يعني هذه الطريقه وتخدموا بها بإذن الله تعالى. كما راكم تشوفون كملوا الطبقات الستة اللي من فوق، هنايا بالنسبه يعني للتزيين، يعني انا يا طبعت بهذا الورشه حليت عجينه يعني تكون رقيقه بزاف، ونديرو نطبعو ورشه بهذاك الشكل يعني اللي وريته لكم، ونجو نحو كامل الحواف تاع البقلاوه، لانه لازم نحوهم باش لانه مكاش كيفاش، يعني لازم نحو كامل الحواف نجو كذلك، يعني نبداو نقسموها، يعني نبداو بها نقسموها يعني من الحواف كما يعني راكم تلاحظوا، ونجيبو مسطره، يعني هذه المسطره درتها خصيصا للبقلاوه، يعني كل عام نقسم بها، كل ما ندير بقلاوه يعني نقسم بها البقلاوه تاعي. هنا نجو يعني نديرو بالمسطره باش يعني يجيكم كامل على حبه وما تجيش حبه كبيره على حبه. انا حبيت يعني نديرها شكل مربعات، وانتم ديروا الشكل اللي حبيتوا، يعني شكل مربعات ولا شكل يعني مقروضات.
كملوا كامل نقطعوا البقلاوة تاعنا بنفس الطريقة كما راكم تشوفوا، يعني الحجم تاعها يعني جا هو هو، لأنه هذيك المسطرة يعني تمد يعني الشكل تاع الحبة تاع البقلاوة، ما تكون كبيرة بزاف ما تكون صغيرة بزاف. هنا نديروا الوردة تاعنا يعني اللي كنا طبعناها يعني من نفس العجينة تاع البقلاوة أكيد، ودرنا لها يعني حبة تاع كوكا وزيناها بيهم. ونجو نديروا المارغرين ولا الزبدة على الوجه يعني باش تمد لنا لون شباب للبقلاوة تاعنا، ونديروها يعني طيب في الكوشة، يعني تكون على من فوق وش على كذلك من تحت، يعني تكون يعني على من فوق ومن تحت، تنقصوا لها يعني ما تشعلوش عليها يعني تكون نار غازرة. بعد ما طيب لكم نجو نعسلوها مباشرة. انا درت لي يعني كيلو، يعني كيلو كامل تاع عسل ونص، يعني كيلو ونص تاع عسل، يعني قريب ونص، يعني بين الربع ونص تاع عسل. وهنايا بعد ما شربتها وتشرب هنا يعني كنت مازال ما قسمتهاش. هذه هي البقلاوه، يعني شوفوا كيف جاتني مورقه. ان شاء الله تتبعوا الطريقه وتتبعوا كذلك الوصفه وتجربوها، وتكتبوا لي في تعليقاتكم يعني كيف جاتكم الوصفه، لانه انا متاكده انها راح تعجبكم لانها سهله بالبزاف. نتلقى في الوصفه الجايه.